ليلة 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 من ليالي العمر كله في ألف ليلة ليلة واحدة تسوى عندي تسوى عندك ألف ليلة تفتكرها وتحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا وتحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا مستنيين يعرفوا على نار ازاي دخلت الجنة الليلة على فكره بتقولي بسرعه احنا عايزين نعرف تفاصيل لما شفتيه ويمكن حليتي فيه الصفات اللي انت اصلا كان نفسك فيها ابتدى بعد كده يدخل امور في جديه ان هو يطلب ايدك لا هو لسه ما كانش طلب ايدي هو يعني احنا ايه بعد كده قلنا صحباتي وكده قال طب عازمكوا بره فتعزمنا بره بس ما بخرجش لوحدي فخرجت مع صحباتي كنا كتير قوي وتكررت بقى الحكايه دي كتير يعني سافرت اسكندريه جالنا اسكندريه هو كان في اسكندريه مقيم اصلا سوري فجالنا البيت هو صاحباتي برضو وخرجنا كنا شله كبيره قوي بعد شهر ونص كده من كل اسبوع بشوفه كنت قال لي عايز اتجوزك فقلت له طيب افكر قال لي مش هكرر الطلب تاني فقلت له يعني ايه مش هتكرره تاني يعني لازم تكرره تاني عشان اقول لك او لا قال لي لا مش هكرر انا طلبته مره وانت براحتك قلت له افرض رديت متاخر بعد 6 اشهر قال لي براحتك فعلا ما كرروش تاني لما انا بعد 3 اشهر قلت له مش في سؤال لازم تاخد رده في حاجه لازم تترد عليها قال لي انا قلت لك مش هسال تاني فعلا ما سالش وانت عملتي ايه بعد قلت له بقى لازم تعرف ان انا موافقه بس اسالني يعني لازم اتسال